كتير الألقاب اللي بتطلق على لاعبي كرة القدم ويشتهروا بيها، ويبدأ الجماهير في ترديدها حتى لو مش على علم بمعناها أو أصلها أساساً. التشولو دياجو سيميوني، لقب ما يعرفش معناه سيميوني نفسه. بدأت القصة في الخمسينات، لاعب صغير الحجم وقوي البنية ويدعى كارميلو سيميوني، اللاعب اللي حصل على كوبا أمريكا مع الأرجنتين سنة 1959. كان بيتدرب تحت ايد مدرب شهير في الارجنتين وقتها اسمه فيكتوريو اسبينيتو، وكان لقب كارميلو هو التشولو. وبعد عشرات السنين وتحديدا في الثمانينات تولى اسبينيتو تدريب ناشئين فريق فيلس سارسفيلد. هناك اتقابل اسبينيتو مع لاعب صغير اسمه دييغو بابلو سيميوني. اول حاجه جت في باله هي صوره سيميوني السابق اللي سبق وتولى تدريبه، وكان بديهي يطلق عليه اسم التشولو هو كمان. دييغو سيميوني لما تسأل عن معنى اللقب قال انه ما يعرفش، لكن بالرجوع للقاموس اللغوي الاسباني هتلاقي ان كلمة تشولو بتطلق على الاشخاص الاوروبيين من اصول هندية. وبالنظر لان سيميوني هو مدرب اتلتيكو مدريد، ولقب اتلتيكو مدريد هو الهنود الحمر من فترة السبعينيات واللي اتجه فيها اتلتيكو لشراء اللاعبين اللاتينيين عكس غريمه ريال مدريد اللي اتجه للاوروبيين مع السماح بضم لاعبين اجانب، فاكيد سيميوني هو الانسب لتدريب اتلتيكو. Thank you.